بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المرة سأبدأ بالقراءة لصفحتين ثم أتابع بقليل من التفاصيل والشرح. ما زلنا في الجزء الأول من رواية ست شامية، وهو على التويتر هاشتاغ كورونا أندرسكور تجوب كورونا ما كورونا ما أندرسكور قبله، أي كورونا تجب ما قبله، وهذه صيغة الواتساب. وأيضا سيكون اليوتيوب كذلك، ولكن هذه المرة أو كل مرة على اليوتيوب هناك عنوان، فهذه المرة عنوان علمتني أو ست شامية علمتني سر الأرقام 5. أبدأ في القراءة. سأكتب قصة رواية ست شامية يستفيد منها الأقصى والداني. سأكتب رواية ستي هي ستي. ستي في مبيتها أخبرتني عن 5، هي الأرقام سر الحساب لا 4. ستي علمت قول من أبيها تصريحة. ستي قالت مولود له بيده عدد 5. ستي علمتني حساب لمناهج حياة 5، علوم، حساب، فنون، قراءة، تقنية. وعمري 10 سنوات في الصف الرابع الابتدائي، كنت أحاول أحفظ جدول الضرب، وحسيت إنه في صعوبة على الجميع، فذكرت هذا الأمر لست شامي. عندها أخبرتني بسر الأرقام 5، فقالت عندما ذهب أبيها إلى الهند، ذهب أباها إلى الهند، تعلم وابتعث أباها إلى الهند أو أخذ للهند ليدرس وبقي سنة، فتعلم أن سر الأرقام 5، وأن أي حساب يتعلمه الإنسان لا يرتكز على الرقم 5 يصبح ضعيف، وهذا اتجاه ومنهج خاطئ. استمر في القراءة. هاشتاغ كورونا اندرسكور تجوب اندرسكور ما اندرسكور قبله. وما زلنا في صفحة سر الأرقام. ست شامية علمتني سر الأرقام 5. سأكتب قصة. سأكتب رواية ستي هي ستي. أبي رافق أبيها من السنين 7، مصري شامي يمني كان لنا عرقا. حياتي علمي أنا ابنه، سمعته سمع بعد 50 من عمري قال 5، في اليدين ولا يد دون أصابع 5، في اليدين سواعد ب
بأصابع تعدها عشرة. في وطني ماء هواء غذاء وستر كسية، في كذا وطني لا عز إلا بروم خمسة. ما زلنا في الفيديو على اليوتيوب، كورونا تجب ما قبلها، وأيضا فقرة علمتني أو ست شامية علمتني سر الأرقام خمسة. كانت هناك قراءة ثم تلاها شرح بسيط، وهذه القراءة الأخرى أشرح فيها أن هذه هي التقنية، تقنية كتابة الرواية. الرواية ستكون بالكتاب أو الكتاب باللغة الإنجليزية، فنحن سنترجم الشعر حتى تكون رواية، يعني من العربي للإنجليزي. وفي الرواية هناك معلومات علمية ونظرية لم تكتب، وهي نظرية سر الأوطان أو الأوطان تقوم على خمسة، والخمسة هذه ذكرناها هي الماء والهواء والغذاء والكساء، يضاف إليها التعليم. وهذه نظرية الوالد الدكتور. فهذه ستكون الرواية، الهدف منا كتابة هذه النظرية، وهو يقول: وطن بدون ماء ليس وطن، مطن وطن بدون هواء ليس وطن، وطن بدون غذاء ليس وطن، ووطن بدون كساء أهله لا يجدون الكساء ليس وطن، وكذلك بدون تعليم يفقد أي من الأربعة فلا يكون وطن. فهذه خمسة، وهي نظرية ميزان الأوطان. والرواية بعد الكورونا هي تنبه الناس كيف يعودوا للأوطان، والتعليم حصل لكن بقي تحقيق الأربعة. تحقيق الأربعة أساسها الماء، الهواء قد اهتم فيه أو قد حصل تقنية الهواء من تكييف وكذا، لكن الماء حتى نستعد للمستقبل والاستمرار في الأوطان. والرواية تدعو إلى التفاؤل وليس إلى التشاؤم.